بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. عقد الشيخ فصلا بعد فراغه من الأعياد المرسومة السابقة، وذكر أن من المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، وأن كونها محرمة لما فيها من المشابهة للكفار وما فيها من البدع. قال في الثاني أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائية: وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في آخر الحلقة الماضية أن الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث في صفة خطبته صلى الله عليه وسلم وهيئته حينما يلقي الخطبة على الناس. فكان صلى الله عليه وسلم يظهر عليه التأثر حتى تحمر عيناه ويعلو صوته حتى كأنه منذر جيش، أي عدو مداهم، يقول صبحكم ومساكم، من أجل أن يتهيأوا له وللقائه. فهو صلى الله عليه وسلم منذر بما هو أعظم من ذلك، وهو البعث والحساب والجنة والنار. فإن العدو الذي يتخوف قد لا يأتي وقد يخذله الله، أما يوم القيامة فإنه آت لا ريب فيه، وأنه لا دافع له. فهذا الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقى في إلقاء الخطبة، لأنه ينذر يوم القيامة الذي هو أشد من العدو المداهم الذي يعرفه الناس، لأجل أن يستعدوا. ولهذا يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، هذا إنذار بيوم القيامة، الساعة هي يوم القيامة، كهاتين، ويشير بأصبعيه السبابة والوسطى، يعني مقترنتين، لأن بعثته صلى الله عليه وسلم هي من أكبر علامات الساعة، لأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة، ولذلك يسمى نبي الساعة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السر في كونه صلى الله عليه وسلم يبالغ برفع الصوت والإنذار والتأثر، لأنه ينذر من يوم قادم قريب لا شك فيه، وأنه يوم مهول. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحذر منه وينذر به. وكان يقول في خطبته: أما بعد. وأما بعد هذه كلمة ينتقل فيها من معنى إلى معنى آخر، فإذا ذكر مقدمة الخطبة من حمد الله والثناء عليه، الصلاة على نبيه، فإنه يأتي بأما بعد للانتقال
إلى الموضوع الذي سيتكلم عنه، يتكلم عنه في خطبته، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله يعني القرآن، وخير الهدي يعني السنة هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين أن يتمسكوا بالكتاب والسنة إذا كانوا يريدون الهدى، فإن الهدى في الكتاب والسنة لا بأقوال الناس أو عاداتهم أو تقاليدهم، وإنما الهدى في الكتاب والسنة. ثم حذر مما يضاد الكتاب والسنة، قال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالمحدثات هي البدع، والبدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه. أما البدع في العادات والمباحات كالملابس والمراكب والمساكن وغير ذلك، هذا لا بأس به ولو لم يسبق له نظير. إنما البدع في الدين، الدين لا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام كامل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي يأتي ببدع يحدثها يتهم الدين بأن الله لم يكمله، فيكون مكذبا لكلام الله سبحانه وتعالى بإضافته هذه البدع. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ فإن كل محدثة بدعة. إذن البدع هي المحدثات في الدين، البدع هي المحدثات في الدين. ولو كان أصحابها يقصدون التقرب إلى الله وعندهم نيات حسنة، لكن هذا لا يسوغ الابتداع، والخير كله في الاتباع لا في الابتداع. فهو صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، وحذر من البدع المحدثة. ومن ذلك الأعياد، وهذا قصد الشيخ، الأعياد. فإن الله جل وعلا شرع للمسلمين عيدين فقط: عيد الفطر وعيد الأضحى. فمن جاء بعيد ثالث أو رابع أو خامس فإنه مبتدع، سواء سماه عيدا أو سماه يوما أو سماه مناسبة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يزيل عنه اسم البدعة. فليس للمسلمين أن يحدثوا أعيادا أو مناسبات تتكرر على الناس، أو مواسم أو حفلات تتكرر على الناس، لأن هذا من الزيادة في الدين والابتداع في الدين، وإحداث أعياد لم يشرعها الله ولا رسوله. كانت تمر بالمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة من الانتصارات ونزول القرآن، وما يحصل للمسلمين من الخيرات، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقيم مناسبات لتلك الأحداث، وإنما كان مقتصرا عليه الصلاة والسلام على عيد الفطر وعيد الأضحى. فلا يجوز للمسلمين حينئذ أن يخلفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدثوا في دينهم ولأمتهم ما لم يشرعه الله ورسوله، مجاراة للكفار وتشبها بالكفار في إحيائهم لذكرياتهم. فإن الكفار ليس بعد الكفر ذنب، ولكن اللوم على المسلمين الذين لا يتقيدون بأمور دين. الكفار ما هلكوا إلا بسبب أنهم تركوا دينهم وأحدثوا غيره، فلا يجوز للمسلمين إذن أن يفعلوا مثل فعلهم فيلحقوا بهم في النار والذم.
وفي رواية لمسلم للنسائي زيادة على رواية مسلم: وكل ضلالة في النار، يعني أن المبتدع متوعد بالنار ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع كونه أحدث بدعة وضلالة فهو أيضا من أهل النار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي ما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، كذلك في غير الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، فقال في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، نعم، المراد بأمرنا الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وإن كان يزعم أنه يتقرب به إلى الله ويزعم أن فيه أجرا له فإنه مردود عليه ومأثوم به أيضا، لأن كل بدعة في النار كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يريد أنها تدخله الجنة في حين أنها تدخله النار. فليتنبه هؤلاء المغرورون المعجبون بالبدع والمحدثات. وفي رواية: من عمل عملا، يعني ولو لم يحدث، لو لم يحدث هو، وإنما عمل بما أحدثه غيره، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يقول الإنسان: هذا الشيء مشى عليه الناس وأحدثه فلان وأنا ما علي، أنا أمشي مع طريقهم وهم اللي يتحملون هذا الإثم. لا يقول هذا، مجرد العمل بالبدعة ولو لم يحدثها هو مردود عليه. فعلى المسلمين أن يتنبهوا وأن يحذروا من البدع والمحدثات، ومنها إحداث المناسبات والاحتفالات البدعية في كل مناسبة تتكرر على الناس للذكريات أو إحياء المناسبات أو غير ذلك مما يذكر الشيخ نماذج منه فيما يأتي. نعم، وما أشرتم جزاكم الله خير أنه مر بالمسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أحداث عظام جدا لم يجعلوا لها مناسبات، ما قالوا بمناسبة مرور عام على بدر أو عامين. نعم، أو على الخندق. نعم، واقتصر على العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، مع أن كل ما سيحدث من أحداث بعده أقل من مثل بدر والخندق بلا شك. هنا قال رحمه الله في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، وهذا حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في قصة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا تحذير عظيم من إحداث البدع بعده صلى الله عليه وسلم، فإن الله أكمل به الدين وتوفاه على رأس إكمال الدين، لما انتهى التشريع وتكامل توفى الله واختار الله رسوله إلى جواره عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ البلاغ المبين، فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاف، قال: عليكم بسنتي، تمسك بسنة الرسول وما عليه، والسنة والمراد بها طريقته وما هو عليه، وما هو عليه صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة، الطريقة التي كان يسير عليها صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصى بها وجعلها من سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالخلفاء الراشدين الأربعة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد من الحرص بالتمسك، حتى ولو أن تعض عليها بأضراسك لئلا تفلت منك، خصوصا عند اشتداد الفتن ودعاة الضلال. وإياكم ومحدثات الأمور، جمع محدثة، وهي كل ما أحدث في الدين مما ليس منه. ثم علل ذلك بقوله فإن كل محدثة بدعة، وهذا فيه رد على الذين يتنطعون ويقولون البدع تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا محادة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. هؤلاء يقولون لا، ما هو كل بدعة ضلالة، بل هناك بدع حسنة. فهل بعد هذا المضادة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ هم يقولون لا، فيه ضلالة، فيه بدعة خير وبدعة حسنة، والرسول يقول ضلالة. فانظر إلى كلام الرسول وكلامهم. فعلى المسلم أن يترك هذه الأمور وهذه الإملاءات، هذه الإغراءات من دعاة الضلال أو من الجهال الذين يستحسنون كل شيء وينطلي عليهم كل شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع غاية التحذير في خطبه وفي مواعظه وفي أحاديثه وكرر ذلك، فإن الله جل وعلا حذر منه أيضا. نعم، وذلك بقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالذي يحدث في الدين يكون قد شارك الله في تشريعه. نعم، والتشريع إنما هو حق لله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فاليهود والنصارى اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، بحيث إنهم يبتدعون في الدين فيتبعهم هؤلاء ويأخذون بأقوالهم، فجعلوا أحبارهم ورهبانهم شركاء لله، أربابا، أربابا يعني شركاء لله في الربوبية، لأن التشريع من شؤون الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع لعبادة، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولما حذر الله جل وعلا من أكل الميتة التي كان يستبيحها المشركون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني يلقون الشبه في إباحة الميتة ويجادلون فيها ويقولون إنها حلال، ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال جل وعلا وإن أطعتموهم إنكم إذن لمشركون، وهذا شرك في الطاعة، هذا لأن الشرك أنواع، ومن أنواعه الشرك في الطاعة والتشريع، فالذي يطيع من أحدث في الدين ما ليس منه قد اتخذه شريكا لله عز وجل. فالذين يطيعون المبتدعة ويمشون على رسومهم اتخذوهم شركاء لله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، كي يدخل في قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يشرعه الله، يدخل فيه من أحدث الأعياد المبتدعة، فإن هذا إحداث دين لم يشرعه الله
سبحانه وتعالى. نعم. ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرعا من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. من أطاع المبتدع. نعم. وعمل ببدعته فقد اتخذه شريكا لله في التشريع وشريكا له في الطاعة أيضا، وهو نوع من العبادة. نعم. قال رحمه الله: نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا، الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. نعم، قد يكون من أحدث هذه الأشياء لا يقصد أن يشرع وأن يحدث شيئا لم يشرعه، لكن هو يظن أن الله شرعه وأنه داخل فيما شرعه الله من باب الاجتهاد، والاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ، وهو خطأ في هذه المسألة على كل حال. من أحدث شيئا وإن كانت نيته حسنة أو يظن أنه داخل فيما شرعه الله فإنه لا يطاع في هذا، لا يطاع. هو قد يعذر في نفسه وقد يؤجر أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز لنا أن نطيعه وأن نتبعه ونحن نعلم أنه أتى بشيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فليس بكون نيته حسنة وكونه يقصد الأجر والثواب، هذا لا يسوغ لنا أن نتبعه، ولا يسوغ أن يكون ما قاله أو فعله أنه مما يفعل ويتخذ ويضاف إلى دين الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. نعم. مسائل الاجتهاد، أول شيء نعلم أن أمور الدين ليس فيها اجتهاد، تشريع اقتصر فيه على ما شرعه الله توقيفي. نعم. لكن الاجتهادات السائغة هي في الأحكام الفقهية التي تحتملها النصوص، فكل من العلماء يظهر له من الدليل ما لم يظهر للآخر، ويدخل في احتمال يظنه يحتمله الدليل فيقول به، فهذا من باب الاجتهاد الذي يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن المصيب نأخذ بقوله، وأما المخطئ فلا نأخذ بقوله وإن كان معذورا ومأجورا. ينبغي أن يعرف هذا الأصل وهذا البيان الواضح في أن المجتهد إذا أخطأ فإنه لا يتابع على خطأه، وهو أيضا لا يجوز له أن يستمر على خطأه إذا تبين له الحق. الخلاف موجود، ولكن الخلاف لا يؤخذ به بمجرد أنه رأي فلان أو رأي فلان، كما يقول بعض المغرورين الآن. هذا من التيسير وهذا من التوسعة على الناس أن يأخذوا من الأقوال ما يناسبهم، هذا ضلال والعياذ بالله. نعوذ بالله. وهذا إذا تمادى في الناس غير الدين كله. نعم. ولكن الصواب والحق الواجب أننا نرد ما اختلف فيه إلى كلام الله وكلام رسوله، فما شهد له الدليل أخذ وما خالف الدليل يرد، وهذا هو الأصل المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. نعم. قال الله جل وعلا في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم، والأحبار هم العلماء، ورهبانهم وهم العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا من دون الله يعني عبدوهم من دون الله وجعلوهم أربابا يشرعون لهم ما يشاءون. أشكلت هذه الآية على عدي بن حاتم
رضي الله عنه، لأنه كان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنه، ولما سمعها أشكلت عليه فقال لسنا نعبدهم، يعني ظن أن العباد أن اتخاذهم أربابا أن يسجد لهم ويصلى لهم ويركع لهم، في حين أن العبادة أوسع من هذا، العبادة تشمل الاتباع أيضا، والطاعة تشمل الاتباع والطاعة. فبين له صلى الله عليه وسلم قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم بلى. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فالعبادة ليست مقصورة على الركوع والسجود والصيام، بل تتناول التشريع أيضا، التشريع حق لله جل وعلا. فمن أطاع مخلوقا في تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه إن كان يعلم أنه قد أحل الحرام وحرم الحلال وأطاعه فقد أشرك بالله عز وجل، وإن لم يكن يعلم فإنه مخطئ، حيث لأنه لم يمحص قوله ويعرضه على الدليل، بل أطاعه وأخذه قضية مسلمة وأحسن الظن به، مع أنه بشر يخطئ ويصيب، فيكون ضالا من أخذه على علاته دون عرض على كتاب الله وسنة الرسول، إحسانا بالظن في من قاله، فهذا ضلال، هذا هو الضلال المبين. أما إن علم أنه أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. ندع بقية حديث المؤلف عن هذه الآية ونحن ما قد قال الشيخ إلى لقائنا القادم إن شاء الله لنهاية وقت لقائنا هذا. في نهاية هذا اللقاء نشكر لشيخنا الكريم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ونشكر لكم حسن استماعكم مستمعين الكرام. هذه في الختام تحية مهندس الصوت عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.